السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم كله إشراقة وأمل وهنا وتفاؤل. النهاردة بقى جايبة لكم أكلة حلوة قوي ومناسبة لآخر الشهر. طبعا بقى آخر الشهر والنهاردة يوم الحد، يوم الأكلة الحرشة، الأكلة اللي تأكل ولا لحمة ولا فراخ. طبعا احنا عاملين سلسلة من الأكلات الحرشة، والنهاردة بقى جايين نعمل ايه؟ أكلة يا نهار أبيض. جايبة لكم النهاردة العجة المصري على أصولها. العجة ليها أشكال وألوان وليها طرق كتيرة قوي. أنا جايبالك البيزك، العجة الأصلية على طريقة جدتي وجدتك. لو كان بيعجبك طعم العجة بتاعة تيتا الله يرحمها، أو لو جدتك يعني عايشة ربنا يا رب يطول في عمرها، الطعم والريحة بتاعة أيام زمان والناس بتوع زمان دول. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا، والطعم ولا كلمة. عشان نعمل العجة هنحتاج لأربع بيضات، وهنحتاج لاتنين بصلة وسط، واتنين حبة طماطم مبشورة منزوع قلبها. يعني الطماطم هنجيبها نشيل القشرة الخارجية بتاعتها ونشيل القلب بتاعها ونقطعها لقطع صغيرة جدا. هنحتاج لقرن فلفل رومي أحمر متقطع قطع صغيرة، وقرن فلفل أخضر متقطع لقطع صغيرة، يعني واحد أحمر وواحد أخضر وواحد حامي، هنحتاج لتلات قرون. طيب هنحتاج لنص كوباية خضرة مشكلة. الخضرة مشكلة عبارة عن إيه؟ كزبرة وبقدونس وشبت. هنحتاج لفصين ثوم مهروسين، ونص كوب حليب، 4 معالق دقيق، نص كوب زيت على سمنة، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، واللي ما عندوش بيكنج سودا عادي جدا يقدر يستخدم البيكنج باودر، ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة، كزبرة، كمون، ومرقة فورية. هي دي مقادير العجة. زي ما انت شايفة حاجة مفيدة جدا وكلها قيمة غذائية وكلها خضار وبروتين، البيض والحليب هنعززها كده ونخليها غنية. وانا جايبها لك بالطريقة بتاعت ستات بتوع زمان، ولا بقى جايبالك فيها جبن ولا جايبالك فيها زيتون، لا انا جايبالك الطريقة الاصلية. طيب هنعمل جنبها بقى شوية طماطم محشية، الطماطم المتحدقة دي، فاكرينها الطماطمية الصغيرة البلح دي، واليومين دول بقى موجودة في السوق تجنن. بنجيبها كده ونغسلها حلو ونقطعها شرايح. وبنعمل ايه بقى؟ بنجيب طماطم بلح متوسطه الحجم، معاها كزبره مقطعه، فلفل مفروم، ثوم مفروم، ملح، وكمان هنحتاج لكمون، كزبره، فلفل اسود، بابريكا، ليمون، وخل. هي دي المقادير البسيطه بتاعتنا جدا جدا. طيب هعمل لك النهارده بقى ال 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 العجه بطريقه تفتح النفس. يا ساره انت جايه تعملي لنا عجه؟ اه جايه اعمل لكم عجه. انت عماله تعملي بطاطس وفول بليه، طب الحاجات دي ما بتخليكيش كده وانت قاعده تتفرجي عليا دلوقتي؟ اوعي تنسيني، انا كل يوم معاكي من السبت للاثنين على مطبخ البلد الساعه 1. فانت بقى لما تشوفيني النهارده واحنا اخر الشهر كده، ويجي لك بقى الفكره دي وتشوفيني وانا فرشالك كده العجه كده، وحطالك معاها الجرجير والطماطم المتحدقه، ريقك هيجري عليه وهتقومي على طول تعمليها. بس انا عايزاكي لما تعمليها تعمليها على طريقتي. بصي يا ست الكل، اول حاجه طاسه، وهنضيف فيها شويه ايه؟ زيت كده، شويه حلوين كده من الزيت، ومعلقه واحده من السمنه. بصي جايبها لك بطريقه بقى ولا كلمه، بس انا معجبه بالطريقه دي قوي. بصي معلقه سمنه كده في قلب الزيت، والبصل، الاربع حبات من البيض بيحتاجوا حبتين بصل وسط. بصي كده، سمي بالله طبعا كده وانت شغاله عشان الحاجه تطلع معاكي ايه؟ زي الفل. وانا بقى كده البصل بيتقلى معايا، احنا بنحتاج ان البصل يتقلى يدبل. انا مش عايزه البصل ياخد لون ولا يتكرمل ولا يتحمر خالص، انا عايزه البصله تدبل معايا. بصي بقى هقول لك على ايه، حاجه بسيطه كده، نبذه مختصره عن العجه. العجه من الاكلات المشهوره في العالم وخصوصا في فرنسا، لدرجه ان السياح بيدوروا عليها بعد برج ايفل. يعني هو انا بصراحه يعني انا دلوقتي اخش فرنسا ادور على برج ايفل وبعد كده ادور على العجه؟ والله يا جماعه من غير فرنسا هنعملها على طول دلوقتي. بيقول لك بقى ايه، لكن تاريخ العجه واصولها بيعود لبلاد فارس. طب هي بقى دلوقتي لبلاد فارس ولا هي لفرنسا؟ هقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان الحاج نابليون بونابرت، عمل ايه الحاج نابليون بونابرت؟ هو اللي دخل العجه فرنسا. ازاي؟ بصوا انا هسيبكم بقى هشرح لكم انا بقى، بصوا هسيبكم انتوا من الكلام ده، هشرح لكم انا الكلام بتاعنا. الراجل كان عنده طلعه في بلاد فارس، فخد الجنود بتوعه وكانوا قاعدين في حته كده جنب بلاد فارس، فصاحب مطعم طلع له ومقدم له العجه. لما كانوا العجه
بهرته قوي هو وجنوده، ولقى جنوده كده ايه مستقنيصين كده وما بياكلوا العجه ومبسوطين، فقال لك يلا اجمعوا لي بقى لما راحوا فرنسا بقى اجمعوا لي كل البيض اللي في القريه واعملوا اكبر صينيه عجه عشان كل البلده وكل الجنود بتاعي بتوعي ياكلوا من ايه؟ من العجه. فايه اللي دخل بقى العجه من بلاد فارس ليه ثواني كده من بلاد فارس لفرنسا؟ نابليون بونابرت هو الراجل اللي جاب العجل. يعني بالظبط كده زي ما تكوني عند جارتك وراحت مقدمه لك حاجه حلوه مسكره، قالت لك ايه، قلت لها ايه ده يا حبيبتي اسمه ايه؟ قالت لك سد الحنك. انتشر سد الحنك، هعمل لكم سد الحنك في حلقه. الشتاء بقى داخل علينا، بداتوا تشموا كده ريحه الشتاء، بداتوا تشموها ريحه الشتاء بتظهر من هنا ويظهر معاها بقى الطواجن وسد الحنك وحاجات بقى جميله. بصي بقى خلاص البصل معايا ريحته بدات تطلع وتبقى حلوه ويدبل، انا مش عايزاه زي ما قلت لك يتحمر. ناخد بقى سن الثوم هنا كده زي ما قلت لك فصين اتنين بس من الثوم بس كده. في ناس بتضيف البصل زي ما هو بدون ما يدبل، وبصراحه بحسه مش لطيف مش الطف حاجه. ليه بقى يا ساره؟ هنطفي النار، ده بس احنا مش هنحتاج النار في اي حاجه تاني النهارده غير اللي احنا ايه عملناه ده. طفيت النار تمام. هنجيب بقى بوله كبيره، طبعا البوله بتاعتنا نظيفه وناشفه. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف في البوله 4 حبات من البيض. يا سلام بقى لو البيض بلدي، يا نهار ابيض، هو ده الكلام. هنضيف على 4 حبات البيض دول معلقه من الخل تمام، وهنضيف الفلفل الاسود او هنضيف البهارات كلها اللي احنا قلنا عليها، فلفل اسود وملح وكمون وكزبره وبهارات ومرقه فوريه. المرقه بتديها حاجه عظمه كده. نجيب بقى ايه المضرب ونقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس لحد ما تتاكدي ان البيض عندك ايه بقى تمام كده وداب تمام. تمام هننزل بقى بالحاجات بتاعتنا. انا عايزه بس ايه البصل يهدى شويه عشان ما يحوليش البيض لاومليت. تمام هننزل بقى بالطماطم، زي ما قلت لك الطماطم متاخد منها القشره الخارجيه ومتشال قلبها، اوعي تنزليها بقلبها، قلبها بيكون سايل كده بيكون ماي. وهننزل بالفلفل الاحمر، بس هخلي كده هنا حاجه بسيطه عشان هنحتاجه دلوقتي في الطماطم المتحدقه. وهننزل بالفلفل الرومي برضو، هنخلي حاجه بسيطه هنا. وهننزل بالفلفل الحامي، الفلفل الحامي بقى لو عشان الولاد ما تقطريش. وهنقلب كل ده كده مع بعض كويس كده. وننزل بايه بقى؟ بالخضره الجميله بتاعتنا، اكله كلها ما شاء الله عليها كلها خير، اكله كلها مواد جميله. يعني عايزه اقول لك فيها خضار، فيها البيض، البروتين، فيها الحليب، ايه الاكله العظمه دي؟ بصي بقى ندي تقليبه كمان كده. وهنا بقى ننزل بالحليب. تمام كده. وانت بتعمليها كده بقى افتكري بقى لما كنا بنشغل عليها الفرن زمان، تيتا الله يرحمها كده لما كانت بتعملها لنا كانت بتبقى حاجه حلوه قوي. ننزل بقى دلوقتي بالثواني اجيب لكم الاسباتيولا. بصوا الاسباتيولا لايقه مع الماتشنج مع اليونيفورم بتاعي. تمام كده ادي البصل مع الفلفل الدايب، وندي تقليبه كده كله مع بعضه. عايزه اقول لكم الاكله دي بتاكل قوي، بتاكل قوي قوي. ناقصنا بقى ايه؟ حاجتين، الدقيق هجيب معلقه عشان حاضر. ناخد تليفون. الو يا تقى. الو ازيك يا شيف عامله ايه؟ ازيك يا روحي انت عامله ايه؟ تسلم ايدك يا حبيبه قلبي تسلمي. انا هعملها بكره على الفطار. اعمليها على الفطار وعلى الغدا برضو، احنا اخر الشهر. ايوه فعلا صح، هتبقى جميله قوي ان شاء الله. هي تسلم ايدك، هي شكلها تحفه. حبيبه قلبي تسلمي لي. ممكن بس اسالك على، عايزه اعمل طاجن مسقعه باللحمه المفرومه مش بعرف اعمله. عيني حاضر. طب انت عايزاه بالبشاميل ولا عايزاه احمر؟ لا عايزاه بالبشاميل. ده احنا نعمله وصفه مخصوصه يا تقى، ده انت جبت لنا فكره دلوقتي. عينينا ليكي يا تقى، عينينا ليكي يا احلى تقى. بصوا كده بقى تمام كده كده خلاص. احنا ضفنا دلوقتي ايه؟ 4 معالق من الدقيق، معلقه كده، لو المعلقه مليانه يبقوا 3.
تمام؟ يعني لو المعلقة مليانة 3 معالق دقيق، لو المعلقة ممسوحة 4 معالق دقيق. أنا بحب أقول لك المقادير بالسنتي عشان لما تيجي تعملي الحاجة وتطلع معاكي تمام تقولي إيه؟ الله يمسكي بالخير يا سارة، ده الأكل حلو قوي يا سارة، تفتكريني كده. بصي بقى هنا هنضيف شوية زيت صغيرين، طبعًا أنتِ خدتي بالك إن إحنا ضفنا البصل بإيه؟ ضفنا البصل بزيته. تقليبة كده حلوة. وكده خلاص العجة معايا بقت جاهزة. هنجيب بقى الصينية. فين الصينية؟ ادي صينية اهي حلوة وزي الفل. نعمل ايه بقى؟ هندهنها بقليل من الزيت. حلوة القليل دي يا جماعة، أنا مثقفة، أنا مثقفة. بصوا قليل من الزيت كده، وندهن كده البايركس أو صينية ألومنيوم أو تيفال اللي أنت عايزاه، بس أنا بحب أوي أعملها في البايركس، بيكون لطيف أوي. تمام كده. لو انت حباه سمكها يكون تخين خلي الطاجن عندك صغير شويه، لو حباها تكون رقيقه طولي او كبري في الطاجن. بصي بقى كده 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 بقى العظمه عايزه مننا ايه؟ مطبخ البلد بيعمل عظمه، بس مطبخ البلد دلوقتي كنا هننسى نضيف البيكنج سودا. نضيف البيكنج سودا وندي تقليبه. البيكنج سودا مهم جدا عشان تطلع معاكي هشه مش مكتومه. نقلب كده تمام. الو الو الو، ايوه يا ميادة، ازي حضرتك يا شيف سارة؟ بصي يا ميادة، انا عايزاكي تاخدي لي بالك دلوقتي كده واحنا بنعمل الكلام ده. على فكرة ان انا مش بلحقه بتفرج عليه على الصفحة، انا لازم اتفرج على الحلقة بتاعت حضرتك يا روحي. كلها تسلم ايدك حبيبة قلبي. عاملة ايه يا ميادة؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ عندك كام سنة يا ميادة؟ لا انا لسه صغننه، انا بتعلم لسه لمستقبلي. حلوه بتعلم لمستقبلي دي. عندي 19 سنه. حلوه. وانت بقى بتتعلمي لمستقبلك بتفكري في الطبخ وكده؟ انا بحب، على فكره انا بحب اقف في المطبخ جدا وبحب اساعد وبحب المطبخ. يا روحي يعني برافو عليكي. بحب اشتغل وبحب المطبخ، بحب اطبخ قوي، بحس انا بطلع لهم حبي في الاكل. يا حبيبتي برافو عليكي. تسلمي لي. برافو عليكي يا روحي. تسلم ايدك انت كمان على الحاجات الحلوه دي. مش عايزه اي حاجه اعملها لك يا مياده. عايزه لانشون المدارس. لانشون المدارس؟ اه. عينيا. يعني عينيا نعمله. عايزاه اقتصادي ولا عايزاه واحنا بنستخدم اللحوم؟ بصي اللي انت هتعمليه انا معاكي. يا روحي انا، تسلمي لي. عينيا حاضر. عينيا يا حبيبتي، عينيا يا احلى مياده، اعمل لك اللي انت عاوزاه. اي حد يا جماعه عايز وصفه يطلب مني وانا عينيا ليه. بصوا العجة بقى وهي نية بقى، بصوا العجة، يا نهار أبيض. نعمل إيه بقى؟ ناخد صينية العجة الحلوة دي وندخلها على فرن. الفرن عندي مسبق التسخين، أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 من 10 دقايق، بدخلها على رف أوسط بالظبط، يعني هنقول 20 25 دقيقة، بعدين نقفل الفرن ونشغل الشواية عشان تاخد لون وهتاكله أحلى عج. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد أكلة حلوة قوي واقتصادية وجميلة ولطيفة، مش قادرة أوصف لكم قد إيه. يلا بقى نعمل الطماطم المتحدقة. بصي بقى الطماطم المتحدقة، بنجيب الطماطم دي طماطم بلح، يعني ممكن أي نوع طماطم، بس إحنا بنحبها تكون بلح. الطماطم البلح بتبقى طماطم مسكرة وبتبقي تحسي كده إن هي فيها سكر بجد والله. تجيبيها وتغسليها كويس وتقطعيها بالسكينة ترنشات كده عشان نحشيها، وتبقى طماطم محشية. تنفع لأي نوع، مش لازم بالذات النوع ده، لا أي نوع معاكي يمشي. هنعمل إيه دلوقتي بقى؟ أهو، لا مش عايزة دي. بصي بقى هنعمل إيه؟ ولا عايزة دي برضه. وبعدين 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 حادي بادي كرنب زبادي. بصوا بقى هنعمل إيه؟ آدي معايا البولة، هنضيف في البولة دي شوية كده من الفلفل الأخضر، شوية كده من الفلفل الحامي، شويه نحط شويه دول كمان عشان ايه، حرام، شويه كده من الفلفل الاحمر. هما المفروض يتهرسوا بالكبه كمان هرسه، بس انا هشتغل كده عادي. وادي الثوم او بالهون عندك، وتدقيهم تدقيهم تدقيهم كده. بصي كده، وناخد كمان شويه خضره كده حلوين، الخضره بتبقى حلوه قوي قوي فيها برضو، شويه شبت صغننين كده. الخضره دي بتدي روايح عطريه حلوه قوي بجد، شويه كزبره كده. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هننزل عليهم بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا على بعضه كده كده.
كده. وبعدين بقى نعمل ايه؟ ننزل بعصير ليمون، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وشويه خل. وهتاكلي بقى احلى ولو سلام بقى لو عندك معلقه هريسه شطه، يا نهار ابيض على هريسه الشطه، بتعمل بقى ايه؟ عظمه بجد. هريسه الشطه كمان بتدي عظمه. زي ما قلت لك المفروض ان الكلام ده كله يتفرم جوه الكبه، يعني يكون مفروم اكتر من كده، بس عادي احنا هنتعامل مفيش اي مشكله. بصي بقى هنعمل ايه؟ نجيب السيرفيس اللي هنقدم فيه على طول. بصوا فرشينه جرجير ازاي. بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. ادي معايا الطماطمايه هنجيبها كده ونحدق بقى كده. حدقي كده الاكله دي، يعني عارفين انا بعمل الاكله واحنا مظبطين ان احنا ايه بعد الاكله دي ناخد الاكل الجميل ده وايه ونتعامل بقى جوه كده بقى، عيش بقى بلدي وطماطم بقى الجميله دي مع العجه، يا نهار ابيض عظمه العظمه. بصوا الجمال، بصوا جمال الطماطميه، بصوا الحلويات. زي ما قلت لك المفروض الخضار يكون مفروم اكتر من كده، هو كده مش هيقول لا برضو، بس لو كان مفروم كان هيبقى افضل كده. الطماطم المتحدقه بتكون حلوه، بتفتح النفس على الاكل. تعمليها مع الكشري الاسكندراني، الكشري البعدس اصفر، تعمليها مع شويه باميه، بصوا بتبقى فظيعه. انا ملياها قوي عشان انا بحبها مليانه قوي. بحبها بجد مليانه قوي. بصوا الجمال اهو كده، احشيها بايدك كده. طبعا لو انت التوابل بتكون ريحتها قويه قوي بتثبت في الايد، وكمان لو انت ضوافرك بتخش تحت الضوافر، فمن الافضل انك وانت بتحشيها معلقه صغيره من معلقه الشاي وتحشيها. بلاش تكون بايدك من غير جلافز زي كده، الريحه هتثبت في ايدك فتره طويله. اللهم صلي عليك يا نبي، الثوم مع الليمون مع الخل الريحه بتثبت بشكل مبالغ فيه. فيا بمعلقه يا تلبسي زي كده، او لما تخلصي تجيبي كده ليمونه بعد ما تعصريها على هنا وبالقشره بتاعت الليمونه وتقعدي تدعكي كده ضوافرك عشان تبقى حلوه وجميله زي كده. عايزه اقول لكم الريحه بجد حلوه قوي، الريحه جميله، التوابل مع بعضها مع الثوم، ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ صح ولا ايه؟ وانت بتعملي الاكل دايما اعمليه بحب، اعملي وحتى انت لا عامله لحمه ولا عامله فراخ، بس انت عامله ان انت يعني عارفين اعملي صينيه كده فيها شويه حب ودخليها الفرن، بجد والله هتطلع حلوه قوي وهتطلع جميله جدا. احلى حاجه ان انت تعملي الحاجه بحب وبرضا كده تطلع معاكي حلوه قوي. هم حلوين كده. بصوا هو المفترض بقى للتصميم الجميل ان احنا ما ننزلش بده، بس انا هنزل بيه هو المفروض يعني. بصوا بقى كده تنزلي كده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ساره، الله على الريحه الحلوه. ولا لحمه ولا فراخ، احنا اخر الشهر يا جماعه، ماله الطبق رهيب، الطبق جميل الطبق. وعايزه اعمل لكم حاجه كمان، عايزه اقطع لكم حته عجه كده من الصينيه اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض، بس اشيل بس الحاجات دي لحظه واحده يا روحي كده. احنا اخر الشهر وماله اخر الشهر، عاملين اكله عظمه. بصوا بقى انا ايه هلملم الحاجات دي في الفاصل، بس انا عايزه ايه نلحق نلحق قبل ما يقولوا لنا يلا يلا نلحق نعمل ايه، نطلع قطعه هنا مجهزاهم اهو. هناخد بقى السيرفيس ده عشان نطلع منه قطعه حلوه كده ونقدمها في السيرفيس القمر ده، وان شاء الله اللي في الفرن هتطلع معانا برضو مش في الحلقه. بصوا بقى كده شايفين سالكه وزي الفل ازاي، يا نهار ابيض ايش برضو يعني برضو. طب انا قلت ده انا، طب ده انا ماشي خلاص يا جماعه هقطعها وهناخد فاصل ونرجع لكم، مش هطلع القطعه اللي معاكم، انا على العهد معاكم، فاصل ونواصل.